اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد من خلال برنامج بيت للكل. قبل ما نتعرف على محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا العربي بيت للكل، خليني بالبدايه ارحب بزملائي اللي راح يرافقوني على مدار الوقت القادم من هذه الحلقه. لكم مساء الخير شافكي، منور اليوم احمد. حلقه رجاليه، خليني اقول لكم حلقه رجاليه بحته. يعني انت السيده الوحيده، يعني فين زميلاتي اللي انا بيوحشوني؟ يعني انا ظبطت اللون معك، انتم متفقين اللون ده؟ يعني التوحيد، ده يعني التوحيد يعني. طيب انا معايا المشاهدين والمشاهدات. ايوه صح. بس احنا هذه الحلقه اصبحت تتفق مع المقوله بان نقول دائما ان المجتمعات الشرق الاوسط هي مجتمعات ذكوريه. ايوه، لكن وجود السيده شافكي تكفي بان تدافع عن المراه صحيح. العربيه. انا احاول، انا خليني للمراه العربيه هحاول قدر استطاعتي، يعني انه يعني المفروض انه الراجل يحتوي ويبقى برضه ايه له كده سند ان شاء الله. الست تقدر. هنشوف يعني حتى نهاية الحلقة. نعم. الضيفة عموما اللي جاية هتكون سند معي. سند ويا شافكي. اذا مشاهدينا نبتدي حلقتنا اليوم من بيت للكل. محور حلقتنا لهذا اليوم يتحدث عن اهم مفاصل الحياة لكل البلدان العربية. نتحدث عن الفن، هذه الرؤية الحقيقية للبلدان العربية، وايضا الشريان الرئيسي التي رفدت كل البلدان باهم الاسماء. دائما الفنان يحمل رسالة مهمة يحاول من خلالها اما توثيق تاريخ هذا البلد او الارشاد او النصيحة، وكل مقتضيات المجتمعات العربية دائما تعتمد على صورة فنانيها. الوحيدين هم اللي ينقلون الصور الحقيقية عن بلدانهم. بكل تأكيد أحمد، كما ذكرت، الفن في الدول العربية كان وما زال ركيزة أساسية عمليا في كثير من القضايا، معالجة قضايا سياسية اقتصادية اجتماعية وكذلك وغذاء للروح. مصر تبوأت مساحة كبيرة وعملياً شهدت فترات زمنية قديمة وحديثة، أدوار مصرية كبيرة في هذا المجال، وشكلت مصر مركزاً للفن والفنانين عبر العصور المختلفة. تمام. هو أيضاً كمان سنتحدث اليوم عنه لأنه مهد وأعد وكان أيضاً نقطة لانطلاق عدد من النجوم والنجمات في بيته. هو اصلا فنان كبير، خالد صنع فن مختلف، صنع عدد من الموضوعات الفنيه المهمه مش بس في مصر للسينما المصريه ولكن ايضا للسينما العربيه. كان فنان شامل، تجده مره شريرا، مره طيبا، ومره ابا حنونا، لا تعرف ماذا سيقدم طول الوقت، ولكنه استطاع أن يقدم العديد من الموضوعات اللي صنعت له تاريخ كبير تبوأ به على عرش السينما المصرية والعربية. فعلا شافكي، وقدر يحقق ويوصل لكثير من الرؤى والرسائل اللي بثها من خلال أعماله الفنية الراقية والهامة واللي فعليا حاضرة ليومنا هذا. بنفس الوقت كان منتج، ممثل، ووحش الشاشة. حلقة في حب الفنان الكبير فريد شوقي.